شكرا توست ماستر فريد. دائما سعيد جدا بان اكون بينكم. عنوان خطبه اليوم هو لو ترشحت للبرلمان وجدت لخدمه الناس. كان والدي رجلا محبوبا من كثير من الناس، وعرف بشكل كبير بمساعدته للآخرين، أصدقائه وأقربائه. وهذا ما يقوم به الكثير من أبناء الشعب الأردني، يقصدون نوابهم في البرلمان بسبب حاجاتهم. فمنهم من يريد أن يقوم بتشغيل أو ابنه، ومنهم من يريد تسهيلا لمعاملة حكومية. في كثير من الأحيان هؤلاء النواب يسمون نواب خدمات، فهم غير قادرين على تشكيل حكومة فاعلة تقوم بعمل أوامر تنفيذية. بناء على هذا، لم أكن يوما مؤمنا بأن العمل السياسي مرتبط بأعضاء البرلمان، بل وكشخص مؤمن بالعدالة الإنسانية وبعدالة القضية الفلسطينية، فإن كل شخص من هذه الفئة يؤمن بأنه سفير للقضية الفلسطينية. كان أهداف هذه الخطبة التي ذكرها التوست ماستر فريح هو أن تعرف عن أسلوب قيادتك، كيف تقوم بقيادة الآخرين. وأنا لدي خبرة واسعة في هذا المجال، لقد جربت أنواعا مختلفة من القيادة، ومنها القيادة الدكتاتورية والتبادلية، أي أن الآخرين لا يقصدونك إلا لمصلحة وأنت تقوم بأمرهم ماذا يفعلون. هذه القيادة كانت فاعلة جدا عند قيادتي لشركتي في الإمارات، على الرغم من أنني لم أكن أستطع أن أجذب المواهب العربية أو المواهب المتميزة، ولكنها كانت مناسبة بسبب ضيق الوقت وتوجب الإسراع في بناء المنتجات. وبعد أن ذهبت الموارد عني، تبنيت أسلوبا جديدا من القيادة. هذا الأسلوب مبني على الديمقراطية والإشراك، وأيضا مبني على القيادة التوجيهية. حقيقة في كثير من الأحيان قد لا تكون القيادة الديمقراطية فاعلة، ويكون هذا أمراً واضحاً في المشاريع الكبرى ما بين الدول الغربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية ونظيرها في الصين أو الخليج العربي، فهناك يكون الإنجاز أسرع بكثير. ولكن القيادة الفاعلة الديمقراطية قد تكون جيدة في إشراك الآخرين، فالديمقراطية قد تكون فاعلة عندما تقوم بإشراك الآخرين وضمن أطر واضحة. وهذا حقيقة ما نقوم بعمله في حركة الابتكار المشترك. نحن كلنا نحلم بذلك اليوم الذي تنتشر فيه العدالة، ويصحى الناس على دولة قائمة على القانون وتنبذ التفرقة والعنصرية. ولكن أصبح هذا الحلم بعيد المنال على كثير من الدول العالمية، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الحياة، ومنها تكاليف الغذاء وتكاليف الحصاد، حيث تعد كلفة الحياة في ازدياد مستمر، وهناك منافسة عالمية من الكثيرين. لقد قمنا بتطوير قوة ناعمة جديدة للقضية الفلسطينية. نحن نعتقد أن القضية الفلسطينية تحتضر بشكل كبير، فلو سألت أبناء الشعب الفلسطيني فهم يعتقدون أن قضيتهم تسوء يوما بعد يوم، وأنهم لا يعرفون مصير أبنائهم، وأن مصير أبنائهم معتمد على الهجرة وعلى العمل في المؤسسات العالمية. فكان لابد من إيجاد طريقة جديدة لنشر القضية الفلسطينية.
أذكركم بأن مبادئ الحرية والديمقراطية لم يكن بإمكان نشرها دون الدعم المادي والمعنوي من الدول التي جلبت هذه الأفكار الجذابة. أيضاً استطاع الجانب الإسرائيلي كسب التأييد عن طريق نشر تكنولوجيا المياه والزراعة والأمن السبراني. فماذا يحدث لو أصبحت عضواً في البرلمان؟ لو أصبحت عضواً في البرلمان وقمت بنشر حركة الابتكار المشترك، فإنني سوف أقوم بمضاعفة الناتج العلمي للجامعات الأردنية بعشرة أضعاف، كما سوف أقوم عن طريق مبادرة التمويل من أجل الموهبة برفع مستوى الصحة وتخفيض نسبة السمنة إلى أكثر من 50%، ودفع الناس نحو صحة أفضل ووعي أفضل. أما على الجانب السياسي فسوف ندمج الكثير من أبناء الشعب في صناعة القرار وإيجاد حلول جديدة. أما على الجانب الاقتصادي فهناك الكثير من المجالات الاقتصادية التي يجب سبرها بشكل جديد، فلم تعد الأنظمة الاقتصادية السابقة مجدية في مقاومة ظاهرة التغير المناخي والتغلب على المشاكل الاجتماعية. وهنا يأتي الحديث عن تقييم رأس المال الطبيعي كالبحار والمحيطات والغابات وريادة الأعمال الاجتماعية. لا زالت حركة الابتكار المشترك حركة ناشئة، وهذه الحركة في بدايتها، ونلاحظ أن بينها وبين الأحزاب العالمية تقارب، تلك الأحزاب التي تركز على البيئة وعلى العدالة الاجتماعية. اليوم نحن نقوم بعمل ورشتين أسبوعية لتطوير مفهوم الابتكار المشترك، وأصبحت هذه الورشات متقدمة جدا، فأصبحنا نستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في خلق مواهب أكثر غنى، أكثر قدرة في الغناء، أكثر فكاهة، أكثر ابتكارية، وأكثر قدرة على إنتاج الأبحاث. إن حركة الابتكار المشترك تعد فعلا أملا جديدا لدفع قوتنا الناعمة نحو العالم وللرقي بشعوبنا. ودينما تردد لعالم أفضل، كن جزءا من حركة الابتكار المشترك. شكرا لك.